مرحبا بكم في قناه مطبخ زهر مراكش. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفه جديده للطريقه ديال الطريقه ديالي في تحضير الدجاج البلدي بطريقه مختلفه عن اللي كنعرفوا حنا دائما. فهذه ما غاديش حامضه، يعني غنديروها بطريقه اللي غتجي شويه حلوه وداخل فيها فواكه جافه. فان شاء الله غادي نحتاجوا لهذه الوصفه واحد الدجاجه بلديه صغيره على حسب الحجم، على حسب عدد افراد الاسره. بطبيعه الحال انا هنا خديت واحد الدجاجه صغيره. غادي نحتاجوا واحد بصله كبيره مشلضه رقيقه، وغادي نحتاجوا واحد البصله صغيره، هذه اللي غندير فيها الشرميله ديال اللي غنشرملو بها الدجاج. غنحتاجوا زيت الروميه، ما نحتاجوش الزيت البلديه، هذه غير زيت الروميه. نحتاجوا شويه ديال الزعفران الحر، الزهر البيض والكحل. هنا في القامه ديال الدجاجه اللي باش غنشرملو كاين عندنا السمن البلدي العادي، عندنا القزبر اليابس، عندنا شويه ديال القامه ديال الدجاج، يعني توابل ديال الدجاج. ندير هنا شويه قعقله وبسبيسه، الخرقوم البلدي، شويه ديال الثومه، غنستعملو غير شويه ماشي بزاف لان هاد المرقه غتكون شويه حلوه. غنستعملو سكنجبير، القرفه. هنا عندي ضامه ديال البنه ديال الزعفران، انا ما غنستعملهاش لان انا غنستعمل هنايا الزعفران البلدي، الزعفران شعره، وجوج عويدات القرفه. طبعا الحال اللي ما عندوش الزعفران راه غيستعمل هذه، انا هذه حطيتها غير على ود انني البديل ديال الزعفران الشعره. غادي نحتاجو ان شاء الله واحد معلقه ديال القزبر والمعدنوس، اللي عنده مربط يديرو، انا ما درت انا غير شويه، غندير غير معلقه فقط. والتزيين غادي نحتاجو البرقوق، المشمش، اللوز اللي غادي اللي سلقناه هنايا وغادي نحمروه، غنستعملو مع هاد البرقوق والمشمش باديانه. واحد معلقه العسل، هادي غنستعملوها في المرق ديال الدجاج اللي غيطيب. فعلى بركه الله غادي نشوفوا ان شاء الله طريقه ديال الشرموله ديال الدجاج. فغنبداو كما يلي، ناخذ الدجاجه بعدا ديالنا. هاد الدجاج هذا راه مغسول بالحامض والملح، وخلينا حتى شرب مزيان هاد الحامض وهذا عاد باش رقدنا، يعني طريقه الترقاد العاديه، 4 سوايع حتى 5 سوايع ومن بعد تشلب وخليناه تسقطع. فبسم الله، اول حاجه غنديرو غادي ناخذوا هاد البصله، هادي قلت لكم بصله صغيره قطعناها رقيق، هادي غنديرو فيها كاع العطريه اللي عندنا هنايا، غنديرو فيها السمن، العطرية ديال توابل الدجاج، هاد قعقله وسبيسه اللي عندنا حتى هما، الخرقوم، وغادي نستعملو شويه ديال الثومه ماشي بزاف، انا قلتلكم غير راس صغير فقط، الدجاج كيحتاج الثومه ولكن مخصوش كثر معاه لان هاد المرقه هادي غتكون حلوه. وسكنجبير، معلقه كبيره ديال السكنجبير عامره ضروري بالمعلقه، كما كتشوفوا راني ما درتش ثومه كثيره، غنديروا البزار، نخلط البيض والكحل، ناخذ معلقه ديال القزبر والمعدنوس، نديرو معاهم كاس ديال الماء اولا نصف كاس ديال الماء فقط ماشي بزاف، نشوفو تقريبا نص كاس، ومن تما غادي ناخدو دجاجة
غادي نشربلوها بهذا الخليط هذا، نحاول ندخلو فيها هاد التوابل هذه باش تدخل فيها مزيان في الجناب وما بين الفحاط. الدجاج قلتي راه كياخد شويه ديال الطياب، فاحنا غنديروه في الطنجره ديال الضغط، لكن ماشي من النوبه الاولى، غادي نخليه شويه حتى كيغلى عاد باش غادي نسدو عليه. صافي غادي نخليوه على جنب، وغادي ننتقلوا للمرحله الثانيه. غادي ناخذوا هاد البصله هادي، قلت لكم بصله كبيره مشلضه، هادي غنضيفوا معها التوابل اللي درنا هنايا في الدجاجه، يعني غنديروا معها قزور اليابس والبزار والخرقوم وشويه ديال القرفه، وغنديروا معها الزعفران، وغادي نخليوه يتقلى شويه مع شويه ديال الزيت. يلا دابا غادي نضيفوا البصله تشحى مع درنا هنا الزيت، غنخليوها تشحر شويه، ضروري ان هاد البصله هادي تشحر، هادي هي اللي كتعطينا السر ديال التعليكه باش يجي تجي ديك المرقه ديال الدجاج مغمره وتجي معلكه مزيان. احنا غادي نخليوها تقلى شويه، طبعا الحركه لكم رست فيها انا داك كاع العطريه اللي باش شرمنت الدجاج زدت مع هاد البصله، وغادي نخليوها نقصو عليها ونخليوها. غنخليو واحد 10 دقائق فقط. كتشوفوا ها هي البصله شتي ولات تعلكات غدا وكتولي كاراميليزي، ماشي حيت فيها القرفه. وغادي دابا نزيدو نضيفو ليها الماء، قياس جوج كيسان حتى ثلاثة ديال الماء. غنضيفو ديك القنصة ونعناق ديال الدجاجة، الكبدة غنخليوها من بعد لان خصنا غادي نسلقوها في واحد شويه الماء، ومن بعد نديروها حيت هي دغيا كطيب وكتفرتس وانا بغيتها تبقى صايبه. وغنضيفو دابا غنضيفو الدجاجه، ها هي هذا كما قلت لكم هذا دجاج بلدي وكيبغي الطياب شويه، اللي عنده الوقت راه كيخليه يطيب بالمهن، واللي باغي دغيا بغاه دغيا يطيب راه غادي تسدو عليه بطبيعه الحال. غادي نحطوه على صدرو ونزيدو شويه ديال الزعفران الحر اللي قلت لكم. صافي وغادي نخليوها ان شاء الله طيب على خاطرها، انا ما غنسدش عليها، غادي نخليها هكا شويه مهويه وديك الساعه نرجعو نتلاقاو. هنا المرحله ديال تعسير الفواكه اللي عندنا، فخدينا هنا البرقوق احنا خليناه يتسلق شويه، ودرنا المشمش حتى هويا في كاس ونقطه غادي تسلق حتى هويا. المشمش غنزيدو ليه فقط العسل وغيتعس وصافي وغادي نسلوه. والبرقوق كالعاده راه هو معروف انه خصو العسل اولا السكر سنيده اللي عندكم اللي موجود، وزيدوا معاه شويه القرفه ومعلقه ديال الزبده، وديك الساعه راه كيتعسل. فانتما كتشوفوا دابا صافي غنطفي عليه باش ندوز المرحله ديال التعسال كما قلت لكم. من بعد ما طاب الدجاج حنا زولناه حيدناه، وكما كتشوفوا ها نتوما المرقه كي جات، حنا غادي نخليوها مازال تعقد ومازال تزيد تعلك شويه، وغنزيدو فيها واحد المعلقه ديال العسل اللي غادي تخليها تجي معلكه مزيان. ها نتوما كتشوفوا غنزيد فيها هاد المعلقه، وغادي نخليها طبيعة الحال راه العافية ناقصة عليها حتى الحد، يعني خليها الحد ديالها، وغادي نخليها تبقى مازال تعقد
انا قبيله نسيت ما قلت لكمش تضيفوا الملح، لان انا موالفه في الدجاج اللي كان طيب ما كنزيدش فيه الملح، ولكن هذا الدجاج هذا كيجي بالنكهه شويه حلوه يعني، وطلعت الحرص ونزيد فيه شويه الملح. انا راه درت غير تقريبا نص معلقه ماء عامره ديال الملح، وطبعا الحل الملح على حسب الذوق. غادي نخليو هاد المرقه هذه كما كتشوفوا غتعقد مزيان، شفتوا مازال باقي فيها شويه الماء، حنا غنخليوها تتعقد مزيان وديك الساعه غادي نقدموها مع الدجاج. وصفه اليوم هاد الطبق الدجاج البلدي ها هو وجد كما كتشوفوا، راه المرقه خليناها حتى اخترت مزيان ولات الزيت باينه بوحدها والمرقه بوحدها. اليوم انا حضرت لكم دجاج بلدي معسل بمرقه خاطره ومعلكه، نتمنى ان تنول الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك وبطبيعه الحال اشتراك في قناه مطبخ نزهه مراكش باش يبدا يوصلكم الجديد في كل وقت.